لنعمل سورة للدجاج الآسيوية إحنا بحاجة لعشر رقائق، عشر قطع من رقائق السبرينج رول. إذن عشر قطع من رقائق السبرينج رول، بدنا معهم ربع كيلو دجاج مفروم، معلقتين كبار من الكزبرة الخضراء، اثنين حبة ثوم، نص كوب جزر مقطع صغير، ونص كوب مشروم مقطع صغير، معلقة كبيرة صويا صوص، معلقة كبيرة صلصة المحار أو الأويستر صوص، وبدنا معلقة صغيرة من النشا، ملح وفلفل، وكمان بدنا زيت للقلي. الدجاج والصويا والأويستر صوص. أوكي. هحط شوية زنجبيل. بدك زنجبيل زاكي. يعني إضافة بس. بحس زاكي. حيدي طعم حلو. وهنحط الثوم. أوكي. شايفة هي أصلا الوصفة دي بتتعمل مع هذا إيش الأحمر؟ فين؟ الأورنج هذا ده؟ جزر. أوكي. جزر مقطع صغير كثير كثير. فكرت ومشروم مقطع صغير، وهنحط النشا. يا عيني. وهنحط الجزر المقطع صغير. ايوه. والمشروم المقطع صغير. والله شكلها وصفة. طيب زي. والملح وفلفل طبعا. اوكي. تاني واللي عندنا الكزبرة كتير بتدي طعم حلو. الجزر المقطع صغير والملح والفلفل. وهلا اجك تعملي فيهم؟ عايزين تحطوا حراق حطوا، مش عاوزين حراق بلاش. مش عاوزين حراق بلاش. يعني زاكي مع هالشيء اللي بحرق. زاكي بيطلع زاكي. هو الاكل الاسيوي عامه كله يعني بيبقى بيحبوا هم كمان الحار. طيب احنا هنقلب دول، وهنروح نشتري الرقائق الجاهزه بتاعت السبرينج رولز اللي بتتباع. عملنا ايه؟ زي ما قلنا اخدنا البصل الاخضر، شايفين ده بقى شكل الخليط كده. اخدنا البصل طبعا دجاج مفروم احنا قايلين. طبعا. اخدنا البصل الاخضر اللي عندنا، العيدان، حطيتها على النار بس يعني 3 4 دقايق في ميه سخنه، وبعدين شلتها من الميه السخنه وحطيتها في ميه بارده. هلا ليه ايش بدك تعملي؟ علشان اوقف اولا علشان اللون وعشان اوقف طبخها يعني. فاهم، بس قصدي ايش بفيدك؟ هنشوف دلوقتي. اوكي. حالا. دول كتير لزاز كتير، وانا حاطه لهم كمان صوص جنبيها اللي هي السويت اند تشيلي صوص، برضو بتجيبوها من السوبر ماركت عادي. هقص بس الزيادة عشان ما يبقاش شكلها مش لذيذ. انا عايزة اقول حاجة ان انا مش معلية النار قوي على خاطر انا عايزة الفراخ تستوي، الدجاج يستوي، فمش معليين النار على الاخر يعني. طب سؤال، لو انا قليتها هاي حطيتها بالفرن او شويتها بتتشوي برضو؟ لا، الدجاجة نفسها هاي يعني طبعاً عملت بتستوي. احنا مش بنعمل باي مثلا، فطيرة الدجاج مثلا يعني بالفرن بزبط يعني. طبعا.